يبقى زي ما انت قلت كده الحافز لابد انه يعني يكون من داخل الانسان، لكن اكيد في شروط مفترض انها تتوفر علشان ينجح هذا الحافز. رقم واحد ان احنا مثلا الحافز ده بيحركنا لايه؟ الحافز ده بيحركنا ان احنا نحقق هدف معين. اكبر خطأ بيقع فيه الناس بيخليهم يصابوا بالاحباط وما يبقاش عندهم حافز هو اختيار اهداف خاطئه. بمعنى في مقوله كده شهيره كان حتى اكبر شركات الرياضه في العالم المنتجات الرياضيه كانت الشعار بتاعها impossible is nothing، المستحيل لا شيء او لا شيء مستحيل. فلما نيجي نقول لا شيء مستحيل هي جمله على الودن حلوه تحسها مشجعه كده، ولكن في الواقع لو شخص حدد هدف غير منطقي وراح له وهو غير مستعد في وقت غير مناسب ما عندوش القدره ان هو يحققه، فاذا الشيء اللي هو بيقول عليه ما فيش شيء مستحيل، لا طبعا ساعتها الهدف ده هيبقى مستحيل. فاكبر خطا بيقع فيه الناس ان هم بيحطوا اهداف في اوقات خاطئه وهم مش مستعدين ليها ومش مؤهلين ان هم يحققوها، فالحافز اللي جواهم ده اول لما يخش يجرب كده وما ينفعش يروح نازل يتحول لاحباط. فالشروط بتاعت ان الحافز بتاعك يحركك ويستمر معاك، اولها ان انت يكون عندك اهداف منطقيه بتتحرك ليها. ثانيها ان انت تكون عارف اهداف منطقيه مش خياليه بالظبط، اهداف تقدر تحققها او تقدر تكسرها لنقط صغيره تقدر تتحرك عليها. لكن لو حطيت هدف مستحيل وكل ما تحاول وتفشل كل ما تحاول وتفشل مش هيبقى معاك حافز ولا اي حاجه، بالعكس ده انت هتصاب باحباط اكبر من اي حد، لان انت كنت سخنان قوي وفجاه رحت مدلوق عليك طشت ميه ساقعه في الاخر يعني. الشرط الثاني ان يكون الحافز ده يخص الشخص ما يخصش الناس اللي حواليه. اتفقنا ان الحافز بيودينا الهدف، فلو الهدف ده مش بتاعي زي مثلا الاهداف بتاعه الاهل اللي بتصب في الاولاد، حبيبي انت لازم تجيب مجموع عالي عشان تخش كليه قمه عشان تشتغل شغلانه كويسه فنجوزك سلام عليكم. فلما تيجي تسال الولد ده انت عايز تعمل ده ليه، هو ما عندوش اجابه، فبيقول لك والله بابا وماما قالوا لي والمجتمع اكد لي، فخلاص يعني انا هعمل ايه ما انا بعمل كده. فلما تيجي تقول طب اجتهد واتعب واعمل ومش عارف ايه تلاقيه ما بيسخنش معاك ما بيتحفزش معاك. ليه؟ لانك بتحرجه على حاجه هو من جواه وحتى لو هو غير شاعر بده من جواه مش عارف يتحرك لها. ثالث حاجه او ثالث شرط وهو اخر شرط هو الوعي الشخصي بتاعه بليه انا عايز اعمل الحاجه دي. السؤال بتاع الواي ده او اللي هو ليه ده اكبر شيء يخلي عندنا الحافز يستقر في قلب الانسان، ان انا ابقى عارف انا بعمل ده ليه. ليه دي بتخليك تبذل جهد اكبر بكتير من لو في العادي جيت تعمله. مثلا لو انا جيت قلت مثلا لحد في البيت مثلا بعد ما رجع من الشغل وهو تعبان ومرهق وقاعد بيتفرج على التلفزيون، لو سمحت قوم منزل اجري حوالين العماره بتاعتكم، هيقول لك يا عم قول كلام غير ده يا عم، ما المسلسل اهو والشاي في ايدي دافي اهو اخش انام وتبقى الدنيا زي الفل. لكن لو قلنا له مثلا ان لا حضرتك احنا في مصيبه بتحصل ومحتاجينك تنزل تجيب ميه مش عارفه ايه عشان تطفي ايه، هتلاقيه قام نط جري ولف وكسر الدنيا. فالسبب اللي هو شايفه عشان يعمل الهدف ده هو ده اللي بيحرك الحافز بتاعه. ثلاث ارباع الناس بيبقى رايح الشغل معك كام يوم كام يوم كام يوم نسي هو بيشتغل ليه اصلا. هو دخل في اللفه بتاعت الحياه، طالب بيروح المدرسه او بيروح الجامعه هو نسي هو بيتعلم ليه ولا هو عايز يروح فين، هو خلاص بيتحول للروتين في حياته. فالليه دي لازم دايما تكون قدامك باستمرار عشان تقدر تسترجع الحافز بتاعك وتجدده. وتجدده.